بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زميلكم يزن حسن، راح أكون معكم شرح تفريغ الهستولوجي اللي بيحكي لنا عن المسلز. نحكي بسم الله ونبلش. المسل تيشو جنرال انفورميشن، بقول لك مسكولار تيشو از ذا تيشو ذات ديلز وذ كونتراكشن اند ريلاكسيشن اوف مسل، انقباض والاسترخاء تاع العضلة، وهو اسينشال فور لايف. في عندنا مصطلح اسمه الموشن. موشن هو بيجمع بين مصطلحين، موفمنت وموتيليتي. موفمنت اللي هو الحركة الإرادية بتاع جسمك، زي لما تحرك اللمبس ترانك او النك. الموتيليتي هي حركة الفيسرال اورجان، الاحشاء الداخلية، زي الجي اي سيستم، زي لما نحكي عن انتستن عن ستومك، الرينال سيستم عن الارتريز، الفينز، الهارت، هذول كلهن حركتهن نسميهم موتيليتي. المسكولار تيشو هو المسؤول عن الحركة هاي، الموفمنت او الموتيليتي. موفمنت او موتيليتي ار ديفايند توتالي از موشن. موشن قلنا بجمع بين موفمنت وموتيليتي. Motion as reaction of multicellular organisms is mediated by muscle cell. الموشن مين بتحكم فيه؟ المسل سيل. A further specialization of muscle cell is an excitable cell membrane. عندها cell membrane قابل للتحفيز. ليش؟ عشان نعمل initiate the cellular contraction، عشان نبدأ انقباض الخلية. That means it's responsible for stimuli and action potential. يعني هي بتستجيب للstimuli للمحفزات والaction potential اللي هي جاي من الأكسونز. The muscle and nervous tissue are the only excitable tissue in the body. هم النسيجين الوحيدين اللي قابلات للتحفيز. The motion of muscle requires energy. عشان تنقبض العضلة تحتاج طاقة. على شكل إيش؟ على شكل ATP. Thus we will notice that the contraction and the nature of muscle differ from a muscle to another. ليش؟ لأنه بتعتمد على الـ ATP وعلى الميتوكوندريا. The basis for motion is converging. أساس الحركة إنك تحول الكيميكال إنرجي اللي هي الـ ATP لميكانيكال إنرجي اللي هي طاقة حركية. والميجر كونتراكتايل بروتينز اللي هن الأكتين والمايوسين، التداخل بيناتهم هو اللي بيعمل لي الكونتراكشن تاع المسل. هسه المسل في عندي منها ثلاث أنواع. في عندك سكيليتال مسل، في عندك كارديك مسل، في عندك سموث مسل. السكيليتال مسل هي اللي بتكون لي السكيليتال سيستم، او هي قصدي هي اللي اسوسييتد، يعني بتتعاون مع الهيكل العظمي، وهي المسؤوله عن الفولنتري مسل، الحركه اللي انت بدك تسويها. اما الكارديك مسل هي اللي بتكون لي الهارت. والسموث مسل هي اللي بتكون في وين؟ في الويسرال اورجان، زي الاستومك، زي الانتستين. هسه هذول الثنتين انفولنتري موفمنت، حركه انت ما بتقدر تتحكم فيهن، اما سكيلت المسل بتقدر تتحكم فيها. هسا السيتوبلازم والاندوبلازمك ريتيكولم اوف ماسل سيل ار اوفن ريفيرد تو از. يعني هسا احنا السيتوبلازم بالخليه العضليه بالماسل سيل ما بنسميه سيتوبلازم، بنسميه ساركوليما. ساركو بتعود على مسل. هون كتب لك انه ساركو بتعود على مسل، وليما معناها ممبرين. فساركوليما معناها سيل الممبرين تاع الخليه، او اللي هو السيل ممبرين. الساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم، والساركوبلازميك ريتيكولوم اللي هو السيتوبلازميك ريتيكولوم. تمام، يعني بس انها بدلنا سايتو بساركو. السكيليتال مسل كاركترستكس، خصائصها، هي بتساهم 50% من وزن جسمك. سو ان اديشن تو ذا فانكشن ويتش از كونتراكشن اند ريلاكسيشن، يعني بجانب انه عندها وظيفه الكونتراكشن والريلاكسيشن، عندها وظائف ثانيه. انها ايش؟ تعمل ستورج للجلايكوجين. ستورج للجلايكوجين اللي هو لما نحتاج جلوكوز، بعتذر، لما نحتاج جلوكوز بنكسر جلايكوجين. It's an extensive surface area for terminal vascularization of the body. So terminal capillaries بنلاقيها بالسكليتال مسل. That means انه اي خلل بالسيركولاتوري سيستم، جهاز الدوران، بيأثر على السكليتال مسل. السكليتال مسل consist of long tubular cell. يعني هسه العضله هاي العضله مثلا، هاي عضله، هسه كل عضله، دقيقه، هاي عضله، هسه كل عضله بتتكون من long tubular cell، يعني خلايا طوليه زي التيوب، بتكون بنسميها muscle fibers. هاي خليه عضليه، هاي خليه عضليه، هاي خليه عضليه، هاي خليه عضليه. هسه هذول كلهن بكونوا لي العضله كامله. يعني العضلة تتكون من muscle fibers. The average length of skeletal muscle
طول السكيلتال المسل بيختلف، بس الأفرج تاعه 3 سنتيمتر. مثلا عندك عضلة اسمها سارتوريوس بوصل طولها ل 30 سنتيمتر، عندك عضلة اسمها ستابيديوس بوصل طولها ل 1 مليمتر. السارتوريوس هاي عضلة بالفخذ وصلت له 30 سنتيمتر، اللي هي هاي السارتوريوس، بقول لك ممكن يوصل طولها 30 سنتيمتر. اما الستابيديوس هاي بنلاقيها وين؟ بنلاقيها بالميدل اير. سو وي هاف فاريشن ان لينث، يعني اطوال العضلات بتختلف من عضله للثانيه. ذير دايامترز اللي هو قطر المسل فايبرز، الخليه العضليه مش العضله، الخليه العضليه اللي هي هاي بتراوح بين 10 ل 100 مايكرومتر. هاي اللي هي المسل فايبر اللي بتكون لي العضله. ماني بيرفرال فلات نيوكلياي، شوف هون هاي خليه عضليه، هاي خليه عضليه، وهاي خليه عضليه، وهاي خليه عضليه، وهاي خليه عضليه. كل خليه عضليه بتكون من مالتي نيوكلييتد او يعني عندها اكثر من نواه. هاي نواه وهاي نواه وهاي نواه، وبتكون ايش؟ بيرفرال، جاي على الطرف، جاي على طرف الخليه، وبتكون فلات، بتكون مسطحه. بوصل عدد لهذول البيرفرال فلات نيوكلياي ل سيفرال هندرد، الى مئات النواه. سكيلتال المسل فايبرز شو ان ماني بريبريشنز كاركترستيك كروس ستريشن، يعني العضله لما تيجي تشوفها، هاي عضله مثلا بتلاقيها مخططه زي هيك، بسبب ايش؟ بسبب المسل فايبرز اللي جايات بالتوازي. عشان هيك بنسمي احنا العضلات السكيلتال المسل بنسميها سترييتد مسل، العضلات المخططه. سكيلتال المسل از انيرفيتد باي سوماتيك نيرفس سيستم، عن طريق الجهاز العصبي الجسمي اللي هو انت بتتحكم فيه. عشان هيك حركتها بتكون فولنتري مسل، فولنتري موفمنت. سو ذا سكيلتال مسل ار ديسكرايبد از الونجيتد، السكيلتال مسل تكون elongated مطاولة، unbranched يعني غير متفرعة. ليش حكى لك unbranched؟ لأنه بالكاردياك مسل، الكاردياك مسل بكون فيها تفرعات زي هيك، هاي الكاردياك مسل بتلاقي فيها تفرعات. أما السكليتال مسل لا، unbranched elongated مطاولة with multi nuclei which are flat and peripheral. تمام، السكليتال مسل is found in، وين بقدر ألاقي السكليتال مسل؟ المسلز attached to skeleton اللي هي العضلات المربوطة بالجهاز الهيكلي، المربوطة بالعظام، أو الديافرام اللي هو الحجاب الحاجز اللي بيساعدني بالتنفس، أو الكريماستريك مسل اللي هي هاي بتكون بكيس الصفن، أو مثلا عضلات الوجه، التنج، اللسان، الفيرنكس اللي هو البلعوم، الأبر ثيرد وفيجاس، هذول كلهن سكيليتال مسل. development and structure of skeletal muscle، development and structure of skeletal muscle يعني تطور تطور الخلية الهيكلية. As we know the multipotent stem cell الميزنكايمال سيل اللي اسمها ميزوديرم. هسا احنا خلي جسم الانسان بتكون ميزوديرم واكتوديرم واندوديرم. الميزوديرم هي اللي بتطلع لي المسل سيل. هسا الميزوديرم بصير differentiation، ممكن يصير ديفرنشيشن لفايبروبلاست اللي هي بتكون لي الكونكت تيشو، او كوندروبلاست اللي بتعمل لي الكارتلج، او اوستيوبلاست اللي بتعمل لي البون، وممكن تعمل لي المايوبلاست اللي هي بتعمل لي المسل اللي هو موضوع حكينا اليوم. فيعني المايوبلاست بتنشا من الميزوديرم، الميزوديرم بصير ديفرنشيشن بتطلع لي المايوبلاست. طيب بعدين شو بصير عشان نكون المسل فايبر؟ قلنا المايوبلاست هي اساس المسل فايبر. ف during development several myoblasts fuse together. شوف هسه هون مثلا هاي مايوبلاست وهاي مايوبلاست وهاي مايوبلاست وهاي مايوبلاست، كلهم بصيرهم فيوجن، بيلتصقوا مع بعض عشان يكونوا لي بالنهايه المسل تيوب، المايو تيوب. هذا هم فلما يلتصقوا مع بعض بيعملوا لي مالتي نيوكليتد الونجيتد مايو تيوب. عنده اكثر من نواه. ليش عنده اكثر من نواه؟ لانه كل مايوبلاست، كل مايوبلاست فيها نواه، فلما التصقوا مع بعض الأنوية تبعتهم اتجمعت، فصار اسمه ملتي نيوكلييتد إلونجيتد مايوتيوب. The nuclei of مايوتيوب بتكون لساتها وين؟ بالسنترال، بالسنترال. بس لما تصير تصنع synthesis of contractile protein زي الأكتين والمايوسين، النيوكلياي شوي شوي بتصير تروح للبيريفري،
وبتنضغط وبتكون بتصير فلات، بتصير مسطحة. لأن قلنا الخلايا أو الأنوية المسل فايبر تكون مالتي نيوكليتد بريفرال وفلات. المسل فايبر سيل أكرز إن بندلز أو فاسيكلز، يعني بتتجمع في حزم. المسل فايبر بتتجمع في حزم عشان تكون لي العضلة، عشان تعمل لي العضلة المسل. هسا كل فايبر أو كل مسل فايبر بحيطه كونكتيف تيشو، إيش بنسميه؟ بنسميه إندوميزيوم. وكل حزمة اللي هي مجموعة من المسل فايبر بحيطهم كونكتيف تيشو شو بنسميه؟ بيريميزيوم. والحزم كلها لما تتجمع مع بعض بتكون لي العضلة، صحيح؟ تمام. هسا العضلة مين بحيطها كونكتيف تيشو بنسميه إبيميزيوم. هاي شوف الصورة هون، هاي عندك مسل فايبر، هذا مسل فايبر وهذا مسل فايبر، مين بيحط فيهم؟ الإندوميزيوم. وهي عندك هاي البندل المكون من أكثر المسل فايبر، مين بيحط فيها؟ البيريميزيوم. وكل هذولا المسل فايبر، المسل بندلز حزم العضلات، مين بيحط فيهم؟ الإبيميزيوم. تمام. All these layers eventually fuse together to form the tendon. يعني بنهاية العضلة هذول هيك بتجمعوا مع بعض وبيكونوا لي التندون اللي هو الرباط. That's why structure of tendon is composed of dense regular connective tissue. التندون مكون من dense regular connective tissue. ليش طيب؟ ليش مكون من dense regular مش dense irregular؟ لأنه إحنا بدنا نستخدم العضلة ليش؟ عشان ننقل القوة من العضلة ل transporting force of contraction to muscle، عشان ننقل قوة الانقباض تاع العضلة. فبدنا اياها في one direction، ما بدنا كل واحد تروح بجهة، عشان هيك احنا بدنا اياها regular. All connective tissue continuous in the muscle fascia. هسا شو المسل فاشيا؟ هي المسل فاشيا هو زي غلاف بيحاوط عضلات في منطقة معينة. مثلا بتساعد عندك، في عندك البريكيال فاشيا بيحاوط لك في كل بيحاوط لك كل البريكيال مسل، لكل العضلات الموجودة في الساعد عندك. فبقول لك انه كل الكونكتيف تيشو اللي حكينا عنه فوق بكملوا مع المسل فاشيا. ذا كونكتيف تيشو ترانسديوسز ذا فورس جنريتد باي مسل تو ذا تندون. يعني بنقل القوه اللي ناشئه من العضله للتندون. طيب هون في عندك صورتين. هسه هاي لينجوتيلر سكشن، يعني هاي العضله، هاي عضله، احنا اخذنا سكشن زي هيك. وهاي الكروس سكشن، هاي عضله، احنا اخذنا سكشن زي هيك. طيب خلينا نشوف شو حكى عنهن. بقول لك on the left we have longitudinal، لا هو on the right، هون خطأ، right we have longitudinal section اللي هي هيك، تمام، of muscle tissue showing three individual muscle fibers which are peripheral flat nuclei and cross striation. يعني هاي هذا كله muscle fiber، هذا كله muscle fiber، هذا muscle fiber خلية عضلية. شو بنشوف فيها؟ هاي بنشوف peripheral flat nuclei ومالتي نيوكليتد اكيد، وهون في كروس ستريشن. هسه راح نحكي عنه لتحت مين بيكون لي هذول الكروس ستريشن. تمام. وبقول لك اون ذا هون ليفت، كمان اون ذا ليفت وي هاف كروس سيكشن اوف مسل تيشو ات هاير ماجنيفيكيشن، ايتش انديفيديوال ريكتانجولار ستراكشر از انديفيديوال مسل فايبر. يعني كل مثلث زي هيك، هسه هاي مسل فايبر وهاي مسل فايبر وهاي مسل فايبر وهاي مسل فايبر، لان اخذنا كروس سيكشن زي هيك. تمام. We see peripherally flat the flat peripheral nuclei and the white color that surround each muscle fiber is the endomysium. هاي muscle fiber ايش بحط فيها؟ connective tissue سميناه endomysium. Note we can see blood vessel present through the connective tissue the endomysium will perimysium. تمام. طيب contractile apparatus of skeletal مسل اللي هو عضو الانقباض. الكونتراكتايل بروتينز بشكل المسل حكيناها من فوق، اللي هي المايوسين والاكتين، ار ارينج ان ريجستر وذن ايتش فايبر اند فيردر مور فايبرز ار اولسو ان ريجستر وذ ايتش اذر. يعني هسه الكونتراكتايل بروتينز هسه بنسميهن يعني بكونوا جوا عضو بنسميه المايوفيبرل. المايوفيبرل بكون مرتب بطريقه متوازيه مع المايوفيبرل الثاني، والفايبرز نفسهن شفناهن فوق كيف بكون مرتبات. هاي مايوفيبرل، هذول مايوفيبرل مرتبات بطريقه متوازيه مع بعض، فبيعملوا لي شو؟ بيعملوا لي استريشن. والمسل فايبرز نفسهن
تكون مرتبات بطريقة متوازية مع بعض فيعملوا لي ستريشن برضه. عشان هيك احنا بنشوف في عندك تو مين ريزون ليش احنا بنشوف كروس ستريشن. قلنا بسبب ترتيب الكونتراكتايل بروتين وذ المسل فايبر وترتيب الفايبرز وذ ايتش اذر. تمام. This regular organization of myofibrils give rise to cross striation which characterize skeletal. يعني هذا الاشي اللي cross striation بميز للسكيليتال والكارديك مسل، لانه زي ما شفنا فوق الكارديك مسل والسكيليتال مسل فيهن cross striation، اما السموث مسل ما فيها striation. An individual stria الخط الواحد with the myofibril correspond to the smallest contractile unit of skeletal muscle. يعني الخط الواحد بيساهم في الانقباض. الساركومير، شو الساركومير؟ marked by area between two adjacent lines. اها هتشوف هسه هاي الساركومير، هذا الساركومير، هذا كله الساركومير. الساركومير بكون جوا المايوفيبرل. المايوفيبرل هو الجزء المسؤول عن الانقباض. فالساركومير بكون بين two zed lines. أظن أخذتهم بالفيسيو يعني، فالأمور سهلة إن شاء الله. The more sarcomere with contraction, the more intensity of the force contraction. يعني كل ما زاد عدد sarcomere اللي بتنقبض بيزيد قوة الكونتراكشن. Depending on the distribution of interconnection of myofilaments, a number of bands and lines. أها يعني بسبب ترتيب، هسه هذا مايوسين وهذا أكتين، بسبب ترتيبهم نقدر نطلع منهم أكثر من باند، أكثر من حزمة، وأكثر من لاين. زي شو؟ هسه في عندك الاي باند. الاي باند هو اللي بيكون فيه اكتين لحاله، زي هيك ها، اكتين لحاله، زون اوف اكتين فيلمنتس اونلي، نو اوفرلاب وذ مايوسين فيلمنت. يعني ما بيكون داخل المايوسين فيه. يعني هذا لهون الاكتين، هذا بنسميها اي باند. وهاي بتصغر لما يصير كونتراكشن بتصغر. ليش؟ لانه الاكتين بده يدخل لجوا فبتخسر هاي المنطقه الاي اللي هي الاي باند. الاي باند، الاي باند اللي بيكون فيها مايوسين، اللي بيكون فيها المايوسين بغض النظر كان في اوفرلاب ولا ما في اوفرلاب، فبنسميها اي باند. وهاي الاي باند يعني المايوسين مستحيل يقصر، فهي بتضلها ثابته. لينث از اولويز فيكست. الاتش باند، الاتش باند هي اللي بيكون فيها مايوسين فيلمنت اونلي، اللي هي هاي بس مايوسين، نو اوفرلاب وذ ذا اكتين فيلمنت. within A band بتكون جوا A band، لأنه A band هي كل المايوسين، والH band هي المايوسين لحاله بدون overlap. وطولها بيقصر لما يصير contraction، لأنه الأكتين فيلم بده يدخل لجوا، فطول اللي بكون فيه، طول المنطقة اللي بكون فيها مايوسين لحاله بده يقل. تمام. زد line، زد line هو وين محط؟ آه هي هون. زد line اللي هو اللي بكون فيه أكتين لحاله، أو اللي المكان اللي بتثبت فيه الاكتين. زون اوف بوزيشن اوف اكتين فيلمنتس بيلونجينج تو تو نيبرينج ساركومير. يعني هذا الزد لاين تابع لهي الساركومير وتابع لهي الساركومير. ميدييتد باي بروتين كولد الفا اكتين. الالفا اكتينين هو اللي بيعمل لي الزد لاين. الام لاين باند اوف كونكشن بتوين مايوسين فيلمنتس، يعني المكان اللي بيثبت لي المايوسين فيلمنتس. ميدييتد باي بروتين زي المايو المايوميسن والام بروتين. بقول لك ان كروس سكشن ذا ستراكشر لوكس لايك هيكساجون وذ 6 يونت اوف ثين فيلمنتس. يعني زي هون كروس سكشن، بس لما تكبر كثير، يعني تكبر كثير بتلاقيه هيك شكله. هيكساجون يعني سداس الاضلاع. هذول اكتين وبكون هون المايوسين. اتمنى الفكره وصلت. كاركترستيك اوف ساركومير، ذا افريج لينث اوف ساركومير از اباوت 2.5 مايكرومتر. هسا لما تكون contracted، هسا الأفرج 2.5، لما تكون contracted 1.5 بتكسر، ولما تكون مرتخي على آخر تكون 3 مايكرومتر. The protein titin، في بروتين عندنا اسمه titin، هذا من وين بيطلع؟ extends from the Z line، بيطلع من Z line لعند الأم line، بروح لعند الأم line. هذا كله بنسميه titin. It's attached to the Z line and the myosin filament. تمام، برتبط بكون برتبط بالزد لاين وبرتبط بالمايوسين فيلمنت اللي هن هذول. تايتين هاز ان الاستيك بارت which is located between the زد لاين. يعني هذا الجزء منه بكون الاستيك، يعني زي ما نقول انه بنشد الاستيك، يعني زي مطاطي. تايتين contributes to keeping the filament of the contractile apparatus in alignment and to the passive stretch. يعني شو وظيفته هو التايتين؟ انه يثبت لك الاكتين فيلمنت مكانه والمايوسين فيلمنت مكانه،
لا هذا يطلع لفوق ولا هذا ينزل لتحت ولا يصير فيه شيء، فهو وظيفته تثبيتية. في عندك other cytoskeletal proteins also connect other cytoskeletal interconnects to the Z-line of neighboring myofilaments، يعني بربط Z-line بالZ-line. في عندك cytoskeletal protein also connect to the Z-line of peripheral myofibril to the sarcolemma، يعني بربط Z-line بالسارcolemma اللي هو السيتوبلازم. الميوفيبرل are interdigitating of thick and thin filament، يعني الميوفيبرل هو قلنا فوق انه عبارة عن تداخل الثيك فيلمنت اللي هي الميوسين والثين فيلمنت اللي هي الاكتين، التداخل بيناتهم هو اللي بيعمل لي الميوفيبرل. الميوفيبرل are held in register with each other، حكيناها برضه فوق انه بكونوا مرتبات مع بعض، عشان هيك بعطيني cross striation عن طريق ايش؟ عن طريق الدزمين والفيمنتين، هذول البروتينات هي اللي بتساعد لي بتثبت لي الزد لاين، فبتساعد لي انك تخلي الميوفيبرل held in register with other myofibril عشان يعمل لي الكروس ترياشن. dystrophin complex these bundles of contractile proteins اللي هي الميوفيبرل are attached to the inner side of sarcolemma، يعني كل ميوفيبرل مثبتة بالساركوليما اللي هي السيل ميمبرين بالسيتوبلازميك سايد من جوا، اكيد ما هي جوا. هسا شوف هاي الموسل فايبر وهي مثلا المايوفيبرل، المايوفيبرل مثبت بالساركوليما عن طريق الدستروفين. هذا ايش بيساعد لي على ايش؟ اني اثبت المايوفيبرل وعشان اعرف انقبض عن طريق بروتين ايش اسمه الدستروفين. هسه في مرض اسمه الماسكولار ديستروفي، هو ديزيز بيكون في ميوتيشن، بيكون في طفره بالجين اللي بيطلع لي الدستروفين، فهذا الشيء بيؤدي لي انه ايش الى عده امراض، زي مثلا الدوتشين ماسكولار ديستروفي اللي هي ما بتقدر تنقبض اصلا، لانه الدستروفين مهم جدا في عمليه الانقباض، لانه بثبت لي، نقول مثبت لي المايوفيبرل، بثبت المايوفيبرل بالساركوليما. dystrophin complex a protein complex important for conduction of the action potential consists of 7 proteins and is usually present in the sarcolemma and it is interact with the contractile protein، بساعد لي بانه يوصل الاكشن بوتنشال، وهو بتكون من 7 بروتينز. هسه في عندي بروتينات ثانيه بتكون جوا المايوفيبرل بتساعد بتثبيته، يعني عباره عن 5 بروتينات. ايش هن؟ التايتين والالفا اكتينين، هذول حكينا عنهم فوق. في عندك الكابزي والنيبولين والتروبو موديولين. التايتين keeps the filament within sarcomere، حكيناها انه بطلع من وين حكيناها؟ هي فوق حكيناها من الزد لاين بروح للام لاين وبرتبط لي بالمايوسين، وبساعد لي انه ما واحدة تروح، بساعد لي بتثبيتي يعني عشان ما مش كل واحدة تروح مكان. الفا اكتينين keeps the filament in register by binding to زد لاين، وين حكيناها؟ حكيناها هون انه بساعد لي بتكوين الزد لاين. الكابزي prevents addition or removal of actin thus maintain its length on the positive end. هسا الاكتين، هذا هو الاكتين، في عندي بلس اند اللي هاي النهايه نسميها بلس اند، في عندي هاي النهايه بنسميها ماينس اند. الكابزي بكون على البلس اند وبساعد لي ايش؟ to maintain the length عشان تحافظ على طولها وبثبتها. يعني النيبولين wraps around the thin filaments and binds to Z-line acts as a ruler to maintain length، هاي النيبولين بكون لافف حوالين thin filaments ورابط وين؟ رابط بالZ-line برضه عشان يحافظ لي على طولها. التروبوموديولين cap on minus end بكون هنا على minus end برضه عشان maintain its length، بس اهم شيء انه هذا الكابزي بكون على plus end والتروبو موديولين بكون على الماينس اند. سكيلتال مسل از اولويز انرفيتد باي ذا اكزون اوف مالتي بولر نيورونز ثرو تو ويز، يعني بتتغذى عن طريق النيورونات متعدده الاقطاب عن طريق طريقتين. فيرست موتور اند بليت ويتش از ا ستراكشر ذات ريزمبل ذا بوينت اوف كونكشن بتوين ذا اكزون اند ساكولم اوف ذا مسل، شو هذا الموتور اند بليت؟ هو عباره عن نهايه الاكزون مع ايش؟ مع البلازما ممبرين، مع البلازما ممبرين تاع المسل. في عندك ثاني طريقه اللي هي المسل سبندل والتندون سبندل، هذولا
مفيدات بالكوردينيشن اللي هو تصحيح الحركه والريجوليت ذا مونيتور المسل كونستراكشن. هذولا يعني وصلات مع المخ عشان ايش؟ عشان ننظم عمليه الانقباض ونراقبها عشان اذا في شيء غلط نصححه وكذا. الموتور اند بليد ذا اريا وين رحنا؟ الموتور اند بليد ذا اريا اوف كونتاكت بتوين ذا اند اوف موتور نيرف اند سكيليتال موسل سيل از كول موتور اند بليد. طيب حكيناها. سمول برانشز اوف ذا موتور نيرف فورم كونتاكت اللي هو البوتونز اللي هو الزر التشابكي اللي هو النهايه العصبيه يعني وذا موسل سيل ذا نيورو ترانسميتر the neurotransmitter at the motor end plate is acetylcholine. يعني شو المادة اللي بتفرزها أو شو الناقل العصبي اللي بتفرزه motor end plate لعند الساكرولمة اللي هو acetylcholine. acetylcholine is released from presynaptic membrane من motor end plate and binds to receptor on the postsynaptic membrane which opens ion channel. يعني بفتح قنوات عيونات ليش؟ عشان تدخل وتعمل لي وتنقل لي الأكشن بوتنشل. This connection between the motor nerve and the muscle fiber is called neuromuscular junction. بنسميه neuromuscular junction. هو مش عارف شو العربي بس neuromuscular junction. The space between the buttons and the muscle fiber is called primary synaptic lift. في عندنا two synaptic lift. في عندنا primary وفي عندنا secondary. هسا مكان ما يرتبط الأكسون مع الساكرولمة بنسميه primary synaptic lift. في عندنا الساكرولمة بتعمل infolding لجوا. هسا هنحكي عنها هون. بنسميها secondary synaptic lift. The excitable sacrolemma of skeletal muscle cells will allow stimulus to spread from this zone over the entire muscle. يعني الساكرولمما اللي محاوط لي بالخلية العضلية بيؤدي انه ينتقل لهذا الاكشن بوتنشل من مكان ما اجى عليها مكان ما ارتبط فيها الاكزون عشان ينتقل لحوالين المسل فايبر كاملة. كيف؟ عن طريق التيتوبيول سيستم leads the excitation into the muscle fiber. هو بنقول التيتوبيول هو اللي بنقول لي التحفيز هذا لكل المسل فايبرز. close to the border between the A band and I band. هاي الA band وينها؟ دقيقة. هاي الA band وهاي الI band. هنا بكون التيتوبيول. here the titubule are in close opposition with the cisterna formed by the sacroplasmic reticulum. هسه sacroplasmic reticulum بتعمل لي ايش اسمه سيسترنا. هاي سيسترنا بتكون محاوطيت لي التي تيبيول عشان تخليه ثابت. the association is called triad. triad يعني ثلاثي اللي هو سيسترنا من اليمين سيسترنا من الشمال وبالنص ايش تي تيبيول. the narrow gap between the تي تيبيول and the cisterna of the sacroplasmic reticulum is spanned by proteins which mediate the excitation contraction coupling. يعني في بين ال بين التيتوبيول وبين السيسترنا في عندي بروتين. شو وظيفتها؟ بتساعد لي على التحفيز وعلى الانقباض. proteins in the sacrolemma which forms the wall of titubules. هسه في بروتينز هذول البروتينز حكيناهن اللي بتكون بالساركولمة. الساركولمة اللي هي بتكون الجدار الاستنادي تاع التيتوبيولز اللي هي التيتوبيولز انفولدنج من الساركولمة in response to the excitation traveling over the sacrolemm. البروتينز بتسافر عن طريق او يعني تمشي بالساركولمة. these proteins are in contact with calcium channels. هسه في عندي بالسيست هسه مش قلنا هون تيتوبيولز هاي التيتوبيولز وهاي السيسترنا. قلنا هون في بروتينز بيناتهم. هاي البروتينز ترتبط بال او تغيير شكل هاي البروتينز برتبط بالكالسيوم شانلز الموجودة. وين موجودة؟ على السيسترنا. طيب لما ترتبط شو بصير؟ بقول لك these proteins are in contact with calcium channel اللي بنسميها رايانودين receptor which are embedded in the membrane of cisterna of sarcoplasmic reticulum. the change in the shape of proteins اللي هي تابعة على التيتوبيولز open the calcium channel بتفتح قنوات الكالسيوم اللي بالساركوبلازمك ريتيكولم. لما تفتح الكالسيوم بيطلع من مخازنه اللي هي الساركوبلازمك ريتيكولم بيطلع على السيتوبلازم وبيحاوط المايوفيلمنتس تو اكتيفيت انتراكشن اوف اكتين اند مايوسين عشان يحفز لي الاكتين والمايوسين. سايتس اوف انتراكشن بتوين اكتين اند مايوسين ار ان ريستنج مسل هيدن باي تروبوميسين. هسه مكان ارتباط الاكتين بالمايوسين مكان ارتباط المايوسين بالاكتين
مغطى ببروتين اسمه تروبوميسين. هذا التروبوميسين بكون لافف حولين الاكتين. التروبوميسين بكون مخبي مواقع الارتباط. طب مين بكون مثبت التروبوميسين؟ اللي هو التروبونين. تمام. The binding of calcium to troponin induced to troponin C induced the conformational change. بغير شكل التروبونين in the troponin tropomyosin complex, بغير شكله, which permit the interaction between the globular head of myosin and actin as a consequence of this interaction contraction. يعني لما يرتبط الكالسيوم بالتروبونين بغير شكله, فببطل مثبت التروبوميسين, فالتروبوميسين بزيح عن مواقع ارتباط الميوسين بالاكتين, فبصير الكونتراكشن. يعطيكم العافيه.